السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. فيديو النهاردة هيكون عن ميزة جديدة اليوتيوب نزلها، يلا بينا نشوف الميزة الجديدة اللي اليوتيوب نزلها. اول حاجة هنضغط على اليوتيوب، وبنجيب اي قناة نكون مش مشتركين عندها. الرسالة دي بالنسبة ل... فبتظهر قدامنا بالطريقة دي، اللايك، الديسلايك، المشاركة، فيديو شورت، شكرا. ده شكرا لو انا هرسل له حاجة. طب فين هنا كلمة الاشتراك؟ كلمة اشتراك بقت بالدايرة السمراء دي اهي، غيرها. بعد ما كانت فوق كلمة علامة لايك، دلوقتي اتلغت وبقت على الجنب ده اهي. لو عملنا كده كده خلاص تم الاشتراك، تمام. طب ولو عايزين نلغي الاشتراك هنجيبه منين وازاي؟ هنضغط على الايقونة بتاعة القناة اللي هي صورته دي، هنضغط عليها هيدخلنا على الصورة بتاعته، المحتوى بتاعه اهوت القناة. هدوس على كلمة الاشتراك اهي، وهلغي الاشتراك اخر جملة من تحت، الغاء الاشتراك. لو دوسنا على الغاء اشتراك فكده احنا لغينا الاشتراك. عايزين وكمان في معلومة تانية، الرسالة دي حضراتكم فورا لو في حد من التعليقات معلق وانا عايزة اشترك عنده، باجي اضغط كده وبدوس على الايقونة بتاعته، الصورة اللي هو عليها صورته، فبيجيني الاشتراك بالطريقة دي. فبضغط على كلمة اشتراك وبدخل عنده في القناة، يا اما بدوس عليه. بس بصوا حضراتكم بيبقى صعب شوية علشان ادخل عليه على القناة بتاعته اهي. فكده لما دخلت اصبح كده برضو كلمة الاشتراك موجودة وظاهرة باللون الاسمر، هضغط عليها وهكون مشتركة للقناة، وادي فيديوهات القناة. يا رب الشرح يكون سهل وبسيط، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.